إطار الدينامية ديال مشروع إحياء المواطنة لدعم إدماج الشباب وحمايته من الإقصاء والتطرف العنف، اللي هو واحد المبادرة فيها منتدى المواطنة، فيها مجموع الفعاليات الجمعوية والفاعلين الاجتماعيين والثقافيين في حي المدينة القديمة وإحياء سيدي عثمان، وباقي المتدخلين من سلطات عمومية، من جماعة ترابية، من مندوبيات وزارية، من مرافق ومؤسسات عمومية على مستوى هذا الحيين. هذا البرنامج اللي بطبيعة الحال هو بشراكة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي ووكالة الأمم المتحدة للهجرة وبرنامج فرصتي، هاد الأطراف كلهم تلقوا هذه المبادرة اللي كتبنى أساسا على تعبئة المسؤولية العمومية والمشاركة المجتمعية من أجل النهوض بالإدماج في الأحياء. كتنطلق أساسا من التواصل مع الفعاليات ديال المجتمع المدني والنشطاء ديال المجتمع المدني، المواكبة ديالهم أنهم يطلقوا واحد المبادرة مدنية تشاركية كتهدف لالتقائية المسؤولية العمومية مع المشاركة المجتمعية من أجل دعم إدماج الشباب والحماية ديالته من الإقصاء والتطرف والعنف. احنا اليوم في المدينة القديمة مع فريق عمل حي المواطنة بالمدينة القديمة، اللي هو مجموعة فعاليات تلاقوا هذه مدة شهرين، تواصلوا مع بعضهم البعض، وحدوا الرؤية مع بعضهم في كيفاش كيشوفوا المشكل ديال الإدماج ديال الشباب في حي المدينة القديمة، اتفقوا على الأولويات ديال التدخل ديالهم، داروا لقاءات أولية مع المسؤولين في التراب من عمالة ومن مندوبيات وزارية ومن مرافق عمومية ومن منتخبين، والآن غيبداو يتلاقوا مع الفئات والفعاليات اللي كتلعب أدوار محورية في إدماج الشباب. وكان ضروري نبداو بالأسرة كمؤسسة أولى ودور محوري وأساسي في إدماج الشباب كأطفال وكيافعين. استثمرنا اليوم العالمي للوالدين باش نخلدوه، أولا باش نحتفيو بالأسرة، لأن هذا البرنامج عاود كيقول ما كنطلقوش من المجالات اللي هي في وضعية صعبة، كنطلقوا من المجالات القوية كقدوة وباش بيها نتعاونوا على تقوية الفئات والمجالات اللي في وضعية صعبة. فإذا اليوم هو مخصص للتنويه والعرفان بالأسر اللي مشهود ليها في المدينة القديمة بأنها منخرطة مع وليداتها ومتفانية في المواكبة ديالهم وفي التنشئة ديالهم وفي المتابعة ديال التربية ديالهم والإدماج ديالهم، وبحضور طبيعة الحال العمالة، بحضور المنتخبين، بحضور المندوبيات الوزارية، وبحضور الوزارة ديال الإدماج والتضامن الاجتماعي والأسرة. هاد الأطراف كلها غادي يتعاونوا أولا باش يتحاوروا مع بعضياتهم حول النهوض بأدوار الأسرة في الإدماج ديال الشباب، ويتشاوروا مع بعضهم البعض ويقدموا مقترحات اللي كتهم النهوض بالأدوار ديال الوالدين وبالقدرة ديال الأسرة والأدوار ديالها في التنشئة الاجتماعية ديال الأطفال واليافعين والشباب. ثم غيوقع الاحتفاء والتكريم بمجموعة ديال الوالدين اللي مشهود لهم كما قلت بالتفاني ديالهم في التنشئة ديال وليداتهم، وسيختم الحفل بتوقيع واحد الميثاق ديال المدينة حي الوالدين اللي فيه واحد التعاقد جماعي على النهوض بالقيم والثقافة والأدوار ديال الأسرة في التنشئة الاجتماعية وإدماج الشباب بالمدينة القديمة. اليوم هو يوم احتفاء بالأسرة بالوالدين، جات متزامنة مع اليوم العالمي ديال الوالدين اللي معروف أول جوان في واحد يونيو. الحمد لله هذه البادرة يعني جات فوقتها وغتكون بادرة من ضمن واحد المسيرة ديال البوادر اللي غادي نديرو ديال المبادرات اللي غادي دار من بعد اهتماما بالشباب بالأطفال بالأسرة. فيعني الوالدين تهما عندهم دور كبير ودور فعال في بناء مجتمع صالح، مجتمع ضد الإقصاء ضد التطرف، وهذا هو المبتغى. وخاصة احنا هنا في المدينة القديمة، مدينة اللي كانت معروفة بالعائلات، كانت مدينة القديمة كتقول فيها العائلات، التربية الحسنة فيها يعني الناس النافعين في المجتمع، ماشي بالضرورة يكونوا برجوازيين ولكن الناس اللي عندهم كرامة عندهم أصالة. فبغينا هذا الشيء عاوتاني يرجع للمدينة القديمة ونهتموا بالأسرة وخاصة الوالدين مع هذه الظروف الصعيبة اللي كاينة. والتفتي وعيتي هاد الآباء وعطيتي معتينا، فولابد النتيجه غتكون احسن وغادي نمشيو من حسن الى احسن. والحمد لله انت كتشوف الاقبال ديال الوالدين، دونك كخص غير واحد التفاته ليهم ونعطيوهم فين يبانوا فين يهضروا ويحسوا بان راه كاين اللي متبعهم، كاين اللي عاطيهم قيمه للعمل اللي كيقوموا به، باش ان شاء الله يخلقوا لنا جيل صالح، اجيال صالحه من بعد، لان هذا جيل ديال دابا ولكن بغينا حتى من بعد. وتبقى هذه السنه على اننا كنحتفيو بالاسره بالوالدين بالدراري بالاطفال
فالحمد لله هذا هو الاعتناء بالاسلام. وهكذا كيطلب الاسلام كيقول لك خص الانسان تبني في الانسان، الانسان خصو يبني في الانسان. حنا بناونا خصنا حنا المشعل ديالنا اننا نبنيو الاطفال ونبنيو الاجيال ونهتموا بالدور اللي كيلعبوه الوالدين. وهذا علاش الله سبحانه وتعالى دار الرضا ديال الله من رضا الوالدين. ونتمنى الله يكون التوفيق. وهذه الله غادي نقولوا بسم الله مجراها ومرساها، وان شاء الله نكون عنده وقع حسن على الاسره وعلى المدينه القديمه وعلى الاسر داخل المدينه القديمه.